بسم الله، الحمد لله، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو باعتبار الطرفين، أي وهو أي التشبيه، ونحن ما زلنا في التشبيه. وهو باعتبار الطرفين، طيب، لأنه هو باعتبار الغرض، هو باعتبار الأداة، هو باعتبار وجه الشبه، هو باعتبار المشبه، المشبه به، هنا باعتبار الطرفين معا. إما تشبيه مفرد بمفرد، طيب، وهما غير مقيدين، مفرد غير مقيد ومفرد غير مقيد، مشبه غير مقيد، مشبه به غير مقيد، كتشبيه الخد بالورد، ما قيدت أنت، لم تكن مثلا تشبيه الخد في الحمرة بكذا، أو تشبيه، لا، تشبيه الخد حينما يخجل صاحبه بالورد في الربيع، أو ما أنت شبهت الخد بالورد وكفى. طيب، هذا تشبيه مفرد بمفرد، وكل من المشبه والمشبه به غير مقيد، لا هذا مقيد ولا هذا مقيد. طيب، إذا قال تشبيه مفرد بمفرد، سوف تقول أيضا هناك تشبيه مركب بمركب، أو العكس، مركب بمفرد أو مفرد مركب. وإذا قال وهما غير مقيدين، أي إذن هناك ما هو مقيد، نشوف الآن، فذكر المقيدين، قال كقولهم: هو كالراقم على الماء، هو كالراقم على الماء، هو هذا هو المشبه، والراقم على الماء هذا مشبه به. لكن حينما قلت هو، وإن كان القيد ليس بمذكور هنا، لكنه لابد، هو أمر ضروري، أن شبهته بشيء براقم على الماء، الراقم على الماء هو الذي يكتب على الماء، والذي يكتب على الماء لا يبقى أثر كتابته، فسعيه بلا طائل، أنت تشبه أيضا من كان سعيه بلا طائل، لابد، هو كالراقم على الماء، في إنما أردت أن تشبه من كان له سعي لا طائل من ورائه، أردت أن تشبهه بالراقم على الماء. فهنا وجه الشبه هو التسوية بين الفعل وعدمه، وهذا مبني على اعتبار هذين القيدين، هذا يسعى بلا طائل، هو يسعى بلا طائل، وهذا يكتب على الماء. جيد، إذن هنا مقيدان، التشبيه مقيد والمشبه مقيد، والمشبه به كذلك، أو مختلفان، هذا لابد أن ينضوي تحته نوعان، بأن يكون المشبه هو المقيد، أو المشبه به هو المقيد، هذا معنى قوله أو مختلفان. طيب، ومثل له بقوله: والشمس كالمرآة في كف الأشل، الشمس كالمرآة في كف الأشل، هنا المشبه هي الشمس، المشبه به المرآة، لكن في كف الأشل، هذا هو القيد. حينما تشبه الشمس وهي مفردة وبلا قيد بالمرآة التي تكون في كف الأشل وهي تهتز، أنت لم تنظر إلى أي قيد في موضوع في الشمس. طيب، لكن العكس، قال وعكسه، نشوف ماذا نرى، ماذا قال في العكس وعكسه، وسكت. العكس الآن، اعكس هذا المثال، أراد بقوله وعكسه عكس هذا المثال، ويلزم منه أن يكون من نوع المختلف الذي قيد فيه المشبه ولم يقيد فيه المشبه به. فأنت لو عكست هذا المثال وشبهت مثلا المرآة في كف الأشل بالشمس،
شبه المرآة في كف الأشل، فتكون قد قيدت المشبه هنا ولم تقيد المشبه به، وهكذا أمثلة أخرى كثيرة. طيب، ثم قال: وإما تشبيه مركب بمركب. خلاص، هو ما دام المسألة فيها تشبيه مفرد بمفرد سوف يأتي بعد ذلك ينشق عنه أيضا كذلك تشبيه مركب بمركب أو تشبيه مفرد بمركب. فتشبيه المركب بالمركب كما في بيت بشار، هذا بيت بشار ستجده في كل كتاب في البلاغة، لأنه في الحقيقة تشبيه عجيب، وعلى أن صاحبه أعمى بل أكمه لا يعرف شيئا حتى يقيس عليه، بخلاف الأعمى الذي أبصر بعض الأشياء فإنه يقيس عليها بعد ذلك، كما يذكر عن أحد الناس أنه ولد أكمه لكنه أو يعني ولد أعمى لكنه أبصر في يوم من الأيام مرة واحدة كذا في لحظات، كان في فناء داره أو في مكان لم يرى شيئا من المخلوقات إلا الديك، رأى الديك، فلما رأى الديك ارتد إليه العمى، رجع بعد ذلك فصار أعمى، يعني ما شاف من الدنيا إلا الديك. فأصبح بعد ذلك إذا قيل له لقينا اليوم فلانا يقول كيف هو من الديك، إذا قالوا هناك شمس في السماء وهي مشرقة قال كيف هي من الديك، وإذا ذكروا له الجمل كذلك، وإذا ذكر له الجبل كذلك، الفيل كذلك، الدجاج، البعوضة، هو لا يستطيع أن ينطلق إلا من الديك الذي رآه. ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يتصور شيئا لم يرى مثله، لا يستطيع أبدا، أنت ما رأيت مثله لا يمكن أن تستطيع أن تتصوره، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يتصور الخالق سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء، ليس هناك مثل الله عز وجل حتى يستطيع الإنسان أن يتصوره. فبيت بشار أولا ما هو؟ قوله: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هذا تشبيه مركب بمركب، مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا أو أسيافنا، يعني يصح أن يكون أراد تشبيه الأسياف أيضا، أو أن مثار النقع فوق رؤوسنا وفوق أسيافنا، لكن مع الرواية أظنها وأسيافنا. طيب، ليل تهاوى كواكبه، ليل تهاوى كواكبه، هذا مشبه به وهو مركب، لأنه أيضا قيده هنا في بقوله تهاوى كواكبه، وهناك أيضا في المشبه أيضا ذكر فيه تلك القيود. طيب، ثم قال: وإما تشبيه مفرد بمركب كما مر في تشبيه الشقيق، وهذا مر علينا في قوله: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد على مياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. هذا إن شاء الله سنتممه، ونتمم أيضا التشبيه المركب المفرد في درسنا القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء بإذن الله.